نعم غير مقبولة من الشيخ محمد بالطريقة هذه، أنا ما أقبلها. ولاحظني قبل شوي لما سألتني عن المرزوق قلت لك هذا رأيه صح ولا لا، مع أني أنا قلت في بداية الجلسة أنت تمثلني، قلت حق مرزوق ترى في الجلسة رسمية. الآن أقول لك عن محمد الشيخ محمد عبد الله مبارك، ما كان لها داعي هذه الكلمة، في غنى عنها. بس أنت لو نائب وكان حمدان واحد يهددك بالله شو تسوي؟ أنا أقول لك الشيخ محمد سلم خلنا نقول الدرب حق حمدان. لا حق شنو سلم؟ يعني سلمه لما تيجي أنت عليك مسؤوليات وشيخ، لما تقول مثل هذه الكلمة تعطي فرصة للنائب إنه يواجهك يقول أنت اللي استفزيتني، أنت اللي قاعد تحداني على شنو؟